السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه والأعمال اليدوية. إن شاء الله تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات، والنهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة شال كروشيه جميلة جدا جدا وبسيطة للي بيحبوا الغرز المفرغة في الشال. تابعوا معايا الفيديو إن شاء الله. هشتغل بالخيط ده خيط متوسط السمك، يعني أنا حبيت أشتغل بخيط يكون لونه أفتح شوية من اللي شفتوه في صورة الفيديو، والإبرة بتاعتي رقم 3.5 مليمتر. أنا بحتاج سلسلة من مضاعفات رقم 5، وفي النهاية بضيف 3 سلاسل. هشتغل بس في البداية عقدة البداية، بنلف الخيط لفة بالشكل ده وبسحبه بالإبرة وبشد طرف الخيط القصير، 1 2 3 4 5، ونرجع تاني نضاعف الرقم 5 لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه، 1 2 3 4 5، تاني 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، طريقة كويسة جدا علشان ما نتلخبطش. وادي كمان مرة رقم 5، ده العدد اللي هنبدأ بيه. طبعا انا ببدأ معاكم قطعة صغيرة وفي النهاية برتفع، 1 2 3، بضيف 3 سلاسل للعدد بتاعي. طبعا احنا بنشتغل سلسلة بعرض الشال وبعد كده بنرتفع. نبدأ السطر الاول، ادي اول سلسلة بفوتها والتانية بفوتها وبروح للسلسلة الثالثة وبشتغل غرزة حشو. بتجاهل اول 2 سلسلة واللي بعدها على طول بدخل فيها وبشتغل غرزة حشو، يعني بتجاهل 2 سلسلة وبشتغل بعدهم 2 حشو. برتفع 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل ارتفاع، وبرجع للسلسلة الأساسية بفوت 1 2 3 4، وبروح للسلسلة رقم 5 وبدخل وبشتغل غرزة حشو، وبرجع تاني ارتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبعد في السلسلة الأساسية 1 2 3 4، وبروح لسلسلة رقم 5 بدخل فيها وبشتغل غرزة حشو. وعايزة هنا أكملهم 5 غرز حشو متتاليين. اشتغلت كده غرزة، ادي الغرزة التانية في اللي بعدها على طول، والغرزة رقم 3، والغرزة رقم 4، وآخر غرزة رقم 5. بنعد 5 غرز حشو متتاليين على 5 سلاسل متتاليين بالشكل ده. وادي شكل السطر الأول. برجع تاني برتفع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل ارتفاع، وبفوت 1 2 3 4، بروح للسلسلة الخامسة وبشتغل فيها غرزة حشو، 1 2 3 4، وادي سلسلة رقم 5 بدخل وبشتغل غرزة حشو. نخلي بالنا علشان الغرزة بتاعتنا بداية السطر بتبقى مختلفة عن نهايته. برتفع 1 2 3 4 5 6، وطبعا لما بنوصل لنهاية السطر لازم يتبقى عندنا، نعد السلاسل، 1 2 3 4، وآخر سلسلة في السطر هي السلسلة رقم 5 وبشتغل فيها غرزة حشو. لازم العدد يظبط معانا في النهاية على 5 سلاسل فاضيين بشتغل في السلسلة الخامسة غرزة حشو. ده السطر رقم 1. للسطر رقم 2 برتفع 1 2 3، 3 سلاسل وبعتبرهم عمود، 1 2 3، 3 سلاسل بعتبرهم فاصل. كده انا ارتفعت 6 سلاسل. بروح على اول فراغ عندي، بدخل بشكل حر جوه الفراغ وبشتغل غرزة حشو. وعايزة اقول لكم ان الغرزة بتاعتنا من تكرار 6 سطور، والتكرار ده بيبدأ عندنا من السطر رقم 2 اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. بروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل فيه غرزة حشو. ندخل كده بشكل حر ونشتغل غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، وهنا بروح على ال5 غرز حشو اللي قدامي. بروح لغرزة الحشو التالتة، 1 2 3، وبدخل تحت حرف الفي وبشتغل غرزة حشو اهو بالشكل ده، وبرجع تاني برتفع 1 2 3 4 5 6، بروح على الفراغ وبشتغل غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6،
الغرزة سهلة جدا. وآخر فراغ عندي بدخل وبشتغل فيه غرزة حشو، لسه مخلصناش السطر. أنا هنا برتفع 1 2 3 4 5 6، لازم نقفل السطر رقم 2. شايفين أنا ابتديت بغرزتين حشو، ودي سلسلتين اللي أنا فوتهم، بفوت غرزة حشو ودي الغرزة التانية، وبروح للاتنين سلسلة عند السلسلة رقم 2 وبشتغل آخر غرزة حشو عندي في السطر. لازم السطر يمشي معانا بنفس الطريقة كده، وزي ما قلت لكم بداية السطر غير نهايته. برتفع 1 2 3، 3 سلاسل وبعتبرهم عمود، وهكمل على العمود ده. في الفراغ هنا عايزة اشتغل 10 أعمدة، خلاص اعتبرتهم عمود، هشتغل هنا في الفراغ 10 أعمدة بلفة. ادي العمود الأول، العمود الثاني، والعمود رقم 3 4، والعمود رقم 5 6 7، والعمود رقم 8، والعمود رقم 9، وأخيرا العمود رقم 10. أول مرة طبعا بشتغلهم معاكو الأعمدة كاملين. اشتغلت كده خلاص 10 أعمدة. في البداية اشتغلت عمود اللي هما 3 سلاسل الارتفاع، وبعد ال10 أعمدة هنا فوق غرزة الحشو هشتغل عمود بلف. يبقى كده المجموع عندي 12 عمود، 12 أعمدة متتاليين بالشكل ده. ادي عمود وادي 10، يبقى 11، وادي اخر عمود رقم 12. هروح على طول على الفراغ اللي بعده اللي هو الفراغ ده، وبقفل بغرزة حشو بدون اي فواصل، وبرتفع 6 سلاسل. بروح على الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو، ومن هنا بروح على طول هكرر نفس اللي عملته في البداية. هنا هشتغل عمود فوق غرزة الحشو هنا، ده اللي كان 3 سلاسل في بداية السطر و10 أعمدة في الفراغ، وعمود بعدهم ادي اول عمود من ال12، وجوه الفراغ هشتغل هنا 10 أعمدة بلفة. اشتغل معاكم الجزء ده بس، ادي 10 أعمدة جوه الفراغ كده. يبقى باقي لي العمود رقم 12 اشتغله فوق غرزة الحشو، علشان يبقى المجموع عندي هنا 12. بندخل هنا فوق غرزة الحشو ونشتغل العمود رقم 12، وعلى طول في الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو زي ما عملت في المجموعة اللي كانت في بداية السطر. بنمشي بنفس الطريقة كده لحد نهاية السطر. عندنا فراغ واحد بس ما بين المجموعة والتانية، و6 سلاسل، وخلاص هروح عند آخر فراغ بعد السلاسل من هنا. هاي السلاسل واضحة جدا، بعد 1 2 3، وبدخل في سلسلة رقم 3 وبشتغل آخر غرزة حشو عندي في السطر. كده قفلنا السطر رقم 3. بصراحة هي السطور يعني كل سطر أسهل من التاني. بنرتفع للسطر رقم 4، 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل ارتفاع. خلاص بقى متفقين 3 عمود و3 فاصل، بشتغل غرزة حشو بالشكل ده في الفراغ وبرتفع 6 سلاسل. بروح هنا على ال12 عمود المتتاليين، بعد الأعمدة من بدايتها من العمود رقم 1. عندي هنا 12 عمود، علشان بس لما نعد ما نتلخبطش. بعد من أول عمود 1 2 3، وبدخل في العمود رقم 4 وبشتغل غرزة حشو. نركز كويس في الجزء ده، هشتغل 5 غرز حشو بس، هفوت الغرزة التانية وهروح للي بعدها وهشتغل غرزة حشو، وعلى طول في اللي بعدها دي غرزة الحشو رقم 3، وفي اللي بعدها غرزة الحشو رقم 4، وفي اللي بعدها غرزة الحشو رقم 5. يعني فوتنا عمود واحد بس ما اشتغلناش فوقه غرزة حشو. هادي 5 غرز حشو، لازم يتبقى عندنا 3 أعمدة في النهاية زي ما فوتنا 3 أعمدة
في بداية الاتناشر عمود، ادي هم 3 أعمدة. في نهاية المجموعة أو المروحة، وادي 3 أعمدة في البداية. لازم الشغل يظبط معانا بالشكل ده. وبرجع تاني أشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهروح على طول على الفراغ اللي بعده بشتغل جرزة حشو، وبرجع تاني بشتغل 6 سلاسل، وهروح على المروحة اللي بعدها. خلاص احنا متفقين عندنا 12 عمود، بس الشغل هيبقى هنا مختلف في نهاية السطر. لما نوصل للمروحة اللي في نهاية السطر، ادي العمود الاول التاني التالت، بدخل في العمود الرابع بشتغل غرزة حشو، وهنا هنعمل ايه؟ هفوت غرزة وهروح للي بعدها على طول، بفوت الغرزة دي وبروح للي بعدها وبشتغل غرزة حشو، وبفوت الغرزة اللي جاية وبروح للي بعدها وبشتغل غرزة الحشو، غرزة الحشو التالتة كده وفوت دي واروح للي بعدها، ادي غرزة الحشو الرابعة. اتبقى عندي في النهاية ايه؟ اتبقى عمود والتلات سلاسل اللي انا اعتبرتهم عمود. افوت العمود واروح للتلات سلاسل طبعا عند السلسلة رقم 3 اللي هي مقدمة العمود، وبشتغل غرزة حشو، والسطر بيمشي معانا بنفس الطريقة كده. ده السطر رقم 4، شكلها بسيطة جدا جدا، بس هي عايزة تركيز شوية. نبدأ في السطر رقم 5. طبعا خلاص احنا متفقين التكرار بتاعنا بيبدأ من السطر رقم 2، بس هي السطور سهلة. السطر رقم 5 برتفع 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل ارتفاع وبلف القطعة. في بداية السطر عندي هلاقي 5 غرز حشو متتاليين، هروح للغرزة التالتة 1 2 3 وبشتغل غرزة حشو، برجع تاني 6 سلاسل، بروح على الفراغ اللي بعده بشتغل غرزة حشو، والفاصل بتاعنا ثابت اللي هو 6 سلاسل، وبروح على الفراغ اللي بعده وبشتغل غرزة حشو وكمان 6 سلاسل. هو السطر ده بيمشي بنفس الطريقة كده، سلاسل وحشو، هكملهم كده 6 سلاسل، وهروح على الـ5 غرز حشو 1 2 3، بدخل في السلسلة اللي في المنتصف أو الغرزة اللي في المنتصف اللي هي رقم 3، وبرجع تاني للـ6 سلاسل، وفي الفراغ أروح واشتغل غرزة حشو، وخلاص لما بنوصل لنهاية السطر بشتغل 6 سلاسل. ونهاية السطر بيبقى واضح عندنا، بيبقى فيه 6 سلاسل، بعد لحد ما بوصل للسلسلة رقم 3. هي السلاسل واضحة، نعدها من تحت كده بالشكل ده 1 2 3، وبدخل في السلسلة رقم 3 وبشتغل آخر غرزة حشو عندي في السطر، وكده خلصنا السطر رقم 5، ومفيش أسهل من الغرزة دي. إن شاء الله هتنجز جدا معاكوا في الوقت، وكمان مش هتاخد خيط كتير خالص. السطر رقم 6 برتفع 1 2 3، 3 سلاسل وبعتبرهم عمود لأني هشتغل مروحة. خلاص انا اعتبرتهم عمود من الاعمدة الـ12، العمود رقم 1. اروح على طول هنا على الفراغ وهشتغل 10 اعمدة بلفة، هادي العمود التاني، وهكملهم 10 اعمدة زي المروحة اللي تحتها. الشغل زي ما هو، 10 اعمدة دايما في الفراغ، وعمود قبلهم وعمود بعدهم. اشتغلت كده خلاص، اشتغل العمود رقم 12 فوق غرزة الحشو، كده خلاص اشتغلت 12 عمود متتاليين في بداية السطر. ده اللي احنا عايزينه في شغل المروحة. وعلى طول في الفراغ اللي بعده بدخل بشتغل غرزة حشو بدون اي فواصل، وارجع تاني اشتغل 6 سلاسل، وعلى الفراغ اللي بعده على طول اشتغل غرزة حشو، وهنا هنشتغل مروحة تانية زي اللي اشتغلناها في بداية السطر. هروح هنا عند غرزة الحشو، وادي هنا في الفراغ 10 أعمدة، ده العمود رقم 1 فوق غرزة الحشو، وهنا اشتغل 10 أعمدة، ادي 1 2
وهسيبكوا طبعا سريعا وهكملهم 10 أعمدة جوه الفراغ. خلاص اشتغلت 10 أعمدة جوه الفراغ علشان ما تحسوش انكم متلخبطين، عندنا فراغ واحد بس ما بين المروحة والتانية. ادي العمود رقم 12 بشتغل فوق غرزة الحشو، وعلى طول في الفراغ اللي بعده بقفل بغرزة حشو بدون فواصل، وبرتفع 6 سلاسل. خلاص في نهاية السطر بيبقى عندي هنا 6 سلاسل. بعد للسلسلة رقم 3 بنعد السلاسل من تحت ونشتغل غرزة حشو في السلسلة الثالثة زي ما عملناها قبل كده. شايفين فراغ واحد بس بين المروحة والتانية علشان ما تتلخبطوش. وبكده نروح للسطر رقم 7 وده آخر سطر هنشتغله، بشتغل 6 سلاسل. وبعد كده طبعا هنبدأ نكرر في السطور، بلف القطعة بالشكل ده وهروح على أول فراغ واشتغل غرزة حشو، وتاني برجع بشتغل 6 سلاسل بعد غرزة الحشو، 1 2 3 4 5 6. وهروح على المروحة مكونة من 12 عمود، باخد كده الأعمدة من البداية، بعد 1 2 3 4 وادخل كده في العمود الرابع واشتغل أول غرزة حشو من الخمسة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها قبل كده. بفوت العمود ده وبروح للي بعده بشتغل غرزة الحشو التانية وبكمل بقى ال4 غرز حشو ورا بعض بحيث ان انا يبقى عندي 5 غرز حشو فوق المروحة. او شايفين الشكل لازم يبقى عندنا 1 2 3 4 5، 5 غرز حشو وعلى الجانبين 3 أعمدة من الناحية دي، 3 أعمدة فاضيين من الجانب ده وزيهم 3 أعمدة فاضيين اللي كنا فوتناهم في البداية. بنرجع تاني نكمل بنشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. بروح على الفراغ بشتغل غرزة حشو وارجع تاني اشتغل 6 سلاسل، ونرجع تاني نروح على المروحة نشتغل بنفس الطريقة. ادي 6 سلاسل وبروح على المروحة اللي في نهاية السطر. طبعا احنا ماشيين بنفس الطريقة لما بنوصل لنهاية السطر اهو بالشكل ده، 1 2 3 وبدخل في العمود الرابع بشتغل غرزة حشو وبفوت الغرزة اللي بعدها العمود اللي بعده العمود ده، وبروح للعمود اللي بعده واشتغل غرزة الحشو التانية وبفوت الغرزة دي، وبروح للي بعدها واشتغل غرزة الحشو التالتة، وفوت غرزة واروح للي بعدها واشتغل غرزة الحشو الرابعة، واخيرا فاضل لي الغرزة رقم 5. بيتبقى عندي عمود وثلاث سلاسل، هفوت العمود واروح للثلاث سلاسل عند السلسلة رقم 3 بدخل وبشتغل اخر غرزة حشو في السطر، ونمشي بنفس الطريقة كده. خلصنا السطر رقم 7، بنبدأ تاني نكرر بداية من السطر رقم 2، يعني بنكرر السطور بتاعتنا 2 و3 و4 و5 و6 و7، يعني بنكرر كل مرة 6 سطور. خلاص السطر رقم 1 هو سطر تأسيس، ان شاء الله مش هتتلخبطوا في الغرزة، هي سهلة جدا وتجربوها وتعجبكم. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، ولحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم في رعاية الله.